الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربي، معكم جزاف دهري، محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. طبعا بهذه الجلسة الصباحية، ومثل ما تعودتوا علينا بجلساتنا الصباحية وتغطيتنا المباشرة، نعمل فيها تداول مباشر إذا بدكم ولايف تريدينج على منصة التداول وعلى معظم العملات والأزواج الرئيسية الموجودة عندنا على منصة التداول. هلا بالنسبة لنا وبالنسبة للتغطيات المباشرة، حابب أتكلم اليوم من وراء فعاليات إذا بدكم الفيدرالي، اجتماع الفيدرالي بجلسة أمس، ورفع الفائدة في الولايات المتحدة ل2.5 من 2.25%. هل يا ترى هذه الأرقام رح تأثر على سوق الفوركس ورح تأثر على العملات الرئيسية؟ طبعا كنت قلت لكم بشكل أو آخر أتوقع ضعف الدولار الأمريكي وقوة العملات الرئيسية. بجلسة أمس إذا بتتذكروا حديثي كنا عم نتكلم على ضعف الدولار الأمريكي. إذا بتلاحظوا أول مصادر البيانات قوة الدولار الأمريكي، وقلت لكم بالبداية ممكن يقوى الدولار الأمريكي لأن ممكن يمتص السوق بشكل إيجابي إذا بدكم الخبر عند رفع الفائدة ل2.5%، ولكن على المدى الوسط للطويل، يعني تاني نهار وتالت نهار ورابع نهار والأسبوع القادم، نتوقع ضعف الدولار وقوة العملات الرئيسية والمعادن مقابل هذا إذا بدكم الرفع، رفع للفائدة. بهذه الحالة نتوقع إنه بكل بساطة السوق يكون أخذها بشكل سلبي، على أنه رفع الفائدة بتؤدي إلى زيادة التضخم والإنفليشن على المدى الوسط للطويل، وهذا بيعني أنه اليوم رح نشهد ارتفاع اليورو الاسترليني لأسعار الذهب وبعض العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. قبل ما ابتدي هذه الجلسه بدي احذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عنا، وانه طبعا سوق الفوركس واسواق المال بشكل عام التقلبات فيها ضخمه والخسائر ممكن تتجاوز راس مال المستثمر. هلا في البدايه بدي اقوم بتحليل اليورو دولار. اليورو انتم عارفين انه بغض النظر عن التداول، انه نحن ما عم نتداول، عم نتكلم بشكل يومي عن الاقتصاد، عم نتكلم شوي صغير عن تقلبات السوق، عم نتكلم عن بعض الامور الرئيسيه اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار بسوق المال او كاقتصاد بشكل عام. بالنسبة للتحاليل التقنية والأمور الأفقية أو المراحل الأفقية اللي عم ندخل فيها بالسوق على سبيل المثال مثل اليورو دولار، كان متوقع أنه نحن نشهد إذا بدكم بعض الارتفاعات ونشهد بعض الاختراقات مميلة فوق بجلسة أمس، ولكن شهدنا ضعف. أوكي، هذا الضعف أدى إذا بدكم إلى إشارة سلبية خلى المضاربين والمستثمرين يدخلوا بمراكز بيع، وهذا هو السيناريو اللي عم نتكلم عليه على طول، انه بشهر ديسمبر على طول عم نشهد بعض الاشارات الخاطئه والفولس سيجنلز اللي ممكن تكون عم تاثر على التداول تبعنا بشكل او اخر. فطبعا بالنسبه لنا اذا في حال بدي ارجع افكر بامور اخرى للتداول، بدي اعرف انه الضعف اللي شهدناه في البدايه للعمليه الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي في البدايه بكل بساطة رد فعل ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة ل2.5، هذا بدل على تحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة والأمور اللي عم نتكلم عليها، على أنه كل الأمور ماشي بشكل صحيح وبشكل تمام. بالنسبة للأرقام عم نتكلم بدقة، أوكي، عم نتكلم على الفيدرال ريزيرف وطبعا الفيدرالي اللي هو الاجتماع الفيدرالي اللي كانوا عم يتكلموا فيه عنه على تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، فهذا بيعني أنه ممكن يرفعوا الفوائد. كمرحلة أولى السوق بياخذها بشكل الإيجابي إنه طبعا الدولار الأمريكي لازم يرتفع، رفع الفوائد يعني كل شيء تمام، كل شيء واو، الولايات المتحدة ماشي حالها، الفيدرالي طبعا البنوك المركزية بأحسن حالاتها. ولكن بشكل أو آخر قلت لكم أنا بجلسة أمس بدكم تنتبهوا من ضعف الدولار الأمريكي كنظرة تانية إذا بدكم عم نتكلم على زيادة التضخم، زيادة الانترست ريتس أو الفوائد، يعني زيادة التضخم في البلد، زيادة التضخم يعني غلاء الأسعار، غلاء الأسعار يعني طلب إذا بدكم أقل على الدولار الأمريكي، وهذا بيعني إذا بدكم بكل بساطة ارتفاع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. فطبعا عم نشهد تاني نهار بجلسة اليوم ارتفاع لليورو دولار، ارتفاع للاسترليني، ارتفاع لأسعار الذهب، وهذا الشيء ممكن يكفي على المدى القصير ارتفاع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، ولو حتى كانت الأمور إيجابية بجلسة أمس ورفع أيضا الفوائد في الولايات المتحدة. بهذه الحالة كأول وهلة إيجابية للدولار الأمريكي، كتاني وهلة على المدى الوسط للطويل سلبية. تمام، هلا قديش رح تضل الأمور سلبية؟ مش لوقت طويل. انا كتير مصر على سيناريو يحصل بسوق الفوركس ولازم كلنا نستفيد منه. خليني بس انقل لكم وجهة نظري. وجهة نظري بتقول امبارح كنت قاعد على رسوم بيانية اذا بدكم لفترة زمنية طويلة، وكنت عم بحلل شو ممكن نقدر نلاقي فرص استثمار، كيف ممكن نبتدي سنة 2019، كيف ممكن نقدر نحلل رسوم بيانية لنبتدي بالاستثمارات الاكثر من رائعة على السنة الجديدة. طلع معي على التالي السيناريوهات المفترضة انه اليورو دولار بده يبتدي بالمرحلة القادمة، هلا المرحلة اللي عم نشهدها
ارتفاع ارتفاع من هلا لاخر السنه، يعني بعد عندي 10 او 12 نهار كحد اقصى، ارتفاع لزياره مستوى ال 115 10 115 50 115 60، بيوصل لمستويات محدده وبيوقف السيناريو هون. رح ارجع عليه، رح ارجع على اليورو دولار. خليني اتكلم على العملات الاخرى، استرليني دولار ايضا بكفي ارتفاعه لزياره القاع تبع المثلث، اوكي، القاع تبع المثلث تبع الجي بي يو اس دي اللي هو كنا تكلمنا عليه، خلينا نقول بكل بساطه على الاي بي سي دي اي اللي هو الويفز او فايف ويفز موجودين. عندي ارتفاع لزياره مستوى 27 20 27 30 27 40، هذا سيناريو عم بتكلم عليه من هلا لاخر هذه السنه. عندي اسعار الذهب تكمله اتجاه الصاعد لزياره مستويات اعلى النفق اللي هي تقريبا قرب مستويات 1265 و1270، على مستويات تقريبا قمه خط المقاومه وراح يوقف هون. هذه من إيه؟ من هلا لاخر السنه. ليكو السيناريوهات شو بقولوا؟ بقولوا افتتاح السنه الجديده رح نبتدي باخر موجه ارتفاع للدولار اندكس للدي اكس واي، اخر موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد عند افتتاح سنه جديده. بدايه 2019 رح يكون الذهب وصل لل 1260 1265 ونبتدي بالاتجاه الهابط لزياره ال 1120. بالنسبه لليورو دولار رح يكون اليورو وصل لمستويات ال 115 20 115 50، ورح نكون ابتدينا سنة 2019 باتجاه هابط عن جديد لزيارة قاعان جديدة وملامسة مستوى ال 109 وممكن أقل. عم بتكلم بداية سنة 2019، أنا عم بتكلم أول ثلاثة أشهر، جانوري فبروري مارتش، أول ثلاثة أشهر يلقب بكورتر 1 من سنة 2019. عم بتكلم من هلأ لآخر السنة، يعني من هلأ ل 12 نهار لقدام لنهاية 2018، ارتفاع للذهب، ارتفاع لليورو، ارتفاع للاسترليني. بداية 2019 ضعف لليورو، ضعف للذهب، ضعف للاسترليني. أول ثلاث شهور رح نشهد انخفاض للاسترليني لزيادة مستوى ال 121 و 120 و 119. من هناك نرجع منفكر إنه بدنا نرجع ندخل مراكز شراء، ولكن بداية 2019 انا اكيد انه راح تكون سلبيه لليورو دولار للاسترليني ولاسعار الذهب. اسعار الذهب ملامسه مستوى ال 1120، الاسترليني مستوى ال 121، اليورو دولار مستوى ال 109 او 108، ومن هونيك بنرجع بنفكر. هلا السيناريوهات الاخرى اللي اكدت لي هيدا الشيء بكل بساطه، الدولار كاد، الدولار كاد يو اس دي كاد عم بيعطيني اشاره شراء، وليكو سيناريو قديش رائع. شوفوا السيناريو قديش رائع، شوفوا التحاليل التقنية شو دقيقة. عندي باخد القاع، أول ارتفاع شهدناه على الدولار كاد على رسم بياني أسبوعي، أول موجة ارتفاع من القاع للكمة، دخلت إذا بدكم ترند لاين بالضبط من القاع للكمة، أوكي، في شيء ما يقال. باخد نفس الخط اللي دخلني، هيدا نفس الخط اللي هو نفس اذا بدكم المسافه من القاع للكمه، باخذها بعمل لها دراج، بتطلع بالضبط نفس المسافه من تاني قاع لتاني كمه. شوفوا الصدفه، برجع باخذ نفس الخط بعمل له دراج، بيطلع عندي نفس المسافه من اخر قاع من تالت قاع لتالت كمه. ليكو بالضبط، ليكو الصدف انه نفس القاعان ونفس القمم عم يتم تسجيلها بنفس المسافه بهذه الموجه الصاعده على الدولار كاد. اذا بدي اعمل لها دراج ايضا للمره الثالثه للمره الرابعه من اخر قاع لاخر قمه، بيطلع لي هدف للدولار كاد على هذه المستويات اللي هي 136.36 136.36. بكون عندي ايكوال لاجز للموجه الرابعه، ومن ثم بندخل بمراكز بيع لزيادة مستوى ال 120 وال 115 و 113. إذا برجع بعمل لها دراج يا جماعة، عليكم شو عم بيصير؟ دراج من أول قاع لأول قمة، بعمل لها دراج نفس المسافة تطلع عندي نفس تاني قاع لتاني قمة، دراج لنفس المسافة بيطلع عندي تالت قاع لتالت قمة.
هيدي الصدف طبعا منا صدف، خلينا نقول بدولة كندا أو بالولايات المتحدة، كل ما يطلع واحد يحكي أو رئيس الجمهورية يحكي في دولة كندا يقولوا الرسوم البيانية خلاص وقفوا هون وابتدوا بالانخفاض. طبعا لا، التحاليل التقنية إلى أمور مخبية وإلى دراسات، ولكن مش كل الأشخاص رح يقدروا يلاقوا هذه التحاليل ليقدروا يستفيدوا من التقلبات ومن تحركات السوق والتحاليل التقنية. تمام؟ يعني إذا بنعمل لها دراج بنشوف إنه لهذا القاع ولهذه الكمة عندي هدف على الدولار كاد لمستويات ال 136.36، رح نحط أمر معلق بالبيع ورح ندخل بمراكز بيع، وبكون عندي انتهت المرحلة الأفقية للدولار كاد وبداية أو زيارة مستوى 119. شوفوا شو الأحلى، شو الأحلى من هيك؟ نحن كنا تكلمنا على ضعف اليورو في بداية 2019، وقت عم نتكلم على ضعف الدولار كاد في بداية 2019. طب هذا كيف؟ عم نتكلم على ضعف اليورو ضعف الدولار كاد، في شيء ما بيلبق، في شيء مش مزبوط. عم نتكلم على ضعف الدولار الأمريكي ولا العملات الرئيسية؟ هون المضارب بفوت بمرحلة ضياع، لا ما تضيعوا، أنا معكم. ضعف الدولار الكاد عند بداية 2019 من هذه المستويات لقعان جديدة لانخفاض وانهيار أكثر من 1500 و2000 نقطة. أوكي؟ وأيضاً انخفاض اليورو لمستوى 108 و109 كمان انخفاض. شو يعني انخفاض اليورو وانخفاض، شو يعني انخفاض اليورو وانخفاض الدولار كاد؟ إذا أنا شايف انخفاض لليورو وانخفاض للدولار كاد، يعني شو أنسب استثمار ممكن نفكر فيه يا جماعة؟ شو أنسب استثمار ممكن نفكر فيه؟ بكل بساطة زوج اكزوتيك كروس اليورو كاد. يورو كاد بندخل على زوج اليورو كاد وبنشوف هذا رسم بيان اليورو كندي. أوكي؟ ندخل على رسم بيان اليومي. خلينا نشوف شو التحاليل اللي بتعطينا على اليورو كاد، بما انه توقعنا انخفاض اليورو عند بدايه سنه 2019 وانخفاض الدولار كاد. ضعف اليورو وضعف الدولار كاد، شو يعني ضعف اليورو وقوه الكندي؟ لانه الدولار كاد اذا ضعف الدولار كاد يعني ضعف الدولار وقوه الكندي، صح؟ شو يعني ضعف الدولار وقوه الكندي؟ يعني الكندي عم بيقوى. وضعف اليورو يعني ضعف اليورو قوه الكندي. ركزوا كثير منيح، ضعف اليورو وقوه الكندي شو بتقول لي؟ انه كروس اليورو كاد رح ينخفض بشكل هائل. ضعف اليورو وقوه الكندي هذا بدل على انه نحن هلا في صدد انخفاض ويف 1 ليدنج دياجونال 1 2 3 4 5 ويف 1، الموجه رقم 1، الموجه رقم 1. وهلا ارتفاع اي بي سي لزيارة مستوى ال 156.80، هيدا بتكون ارتفاع موجة رقم 2 بصدد A B و C، ومن ثم بداية الموجة الهابطة الضخمة لليورو كاد بموجة رقم 3 من مستوى ال 156.80 لزيارة مستوى ال 137. شو يعني؟ يعني السيناريو تبعي مظبوط، يعني عند بداية 2019 اللي هو بعد 12 نهار أو أسبوعين رح نتكلم بانهيار لليورو دولار وايضا انخفاض للدولار كاد، وهذا الشيء بيدعم انخفاض اليورو كاد والكريزي كروس والكروس الاكزوتيك بموجه رقم 3 الهابطه الضخمه لنستفيد من هذا الانخفاض الضخم. عم نجرب نسبق على افتتاح سنه 2019 لنقدر نقوم بفرص اكثر من رائعه ومميزه سويا لنقدر نستفيد من السوق. ترقبوا ارتفاع لليورو دولار بالجلسات القادمه. اوكي، ترقبوا ارتفاع لليورو دولار بالجلسات القادمه من هلا لاخر السنه لمستوى ال 115.20 115.30 115.50. ترقبوا ارتفاع للدولار كاد لمستوى ال 136.36، لانه عملنا التحاليل اللي هي تبع دراجينج كل قاع لكل قمه او كل موجه قد الثانيه. اوكي، طلع لنا هدف 136.36. وترقبوا من هلا لاخر السنه ارتفاع للدولار كاد ومن ثم انهيار في سنه 2019، ارتفاع لليورو دولار ومن ثم انهيار في 2019، ارتفاع للاسترليني ومن ثم انهيار في سنه 2019، ارتفاع لاسعار الذهب ومن ثم انهيار بسنه 2019. فهذا هو السيناريو الانسب اللي رح كون عم بتكلم فيه. وهذا التحليل مش بالضروره يطابق حاله على
الدولار الامريكي، قوه الدولار وانخفاض الدولار، لانه انتم عارفين توقعنا انخفاض لليورو، انخفاض للاسترليني، انخفاض للذهب، انخفاض للدولار كاد. شو يعني؟ انخفاض الدولار الامريكي مقابل الكندي، يعني قوه الكندي. مش بالضروره يكون عم ينخفض الدولار، ممكن يكون الدولار الامريكي عم بيرتفع ولكن الكندي عم يرتفع اكثر منه، مش هيك ممكن نشهد انخفاض للدولار كاد. ولكن ما تقولوا لي انه هذا الشيء او هذا التحليل منه مميز على انه نحن ناخذ القال الكمي على الدولار كاد، نعمل دراجنج نفس المستوى يطلع لي نفس الحجم المسافه من القاع للقمة الثانيه، بيرجع نعمل لها دراجنج بيطلع لي نفس المسافه من القاع للقمة الثالثه، بيرجع نفس المسافه رح نستقبلها من القاع للقمة الرابعه ورح ندخل بمراكز بيع. هذا التحليل منه مميز بكل بساطه، هذا التحليل اكثر من رائع، لانه عندي ايكوال لاجز، اي بي ايكوال سي دي ايكوال دي اي ايكوال اي اف equal lags، والمسافات لما تكون قد بعضها البعض بالضبط على الرسوم البيانية وقد الارتفاع بالضبط نفس عدد النقاط وعدد البيبس الموجودين عندي، هذا بيعني انه نحن عنا هدف للدولار كاد لزيارة هذه المستويات، ورح نشهد انهيار اكثر من ضخم ورح نستفيد منه. هلا بالنسبة لي طبعا هذا تحليل الدولار كاد، هذا تحليل اليورو دولار واسعار الذهب، توقعوا هلا ضعف للدولار الامريكي، ضعف للدولار الامريكي ترقبوه من هلا لاخر السنه بعد هلا اسبوعين، ومن ثم بدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد للدولار الامريكي وبدايه انهيار العملات. ولكن اليو اس 500 والداو جونز والاس بي 500 انا بالنسبه لي كانوا وصلوا لنهايه هذه الموجه التصحيه، وباخذ بعين الاعتبار في بوناتشي اكسبانشن على اخر قاع منطلع على اخر قمه، منطلع على القمه على اليمين على القاع عفوا في بوناتشي اكسبانشن، ليكو الهدف ليكو الهدف ليكو الهدف اكثر من رائع. ليكو في بوناتشي اكسبانشن من القاع للقمة على اليسار للقمة على اليمين طلع لي هدف 100% في بوناتشي اكسبانشن تم لمسه اليوم. طب هي صدفة كمان؟ هيدي صدفة بالتحاليل التقنية ايضا، انه نحن نستهدف للاس بي 500 مستويات اكثر من مهمة، ونقدر نزور مستوى ال 100% في بوناتشي لثلاث موجات تصحية اي بي سي. طب هيدا صدفة؟ لا منا صدفة، استعملنا هذا القاع وهذه القمة وهذه القمة بفيبوناتشي اكسبانشن، ومنا صدفة ابدا انه نحن نبتدي بالارتفاع من هذه المستويات لتسجيل قمم جديدة. يعني نحن هلا نترقب قوة للدولار الامريكي على المدى الوسط للطويل، وطبعا من بداية 2019 رح نترقب قوة للدولار الامريكي. قوة للدولار الامريكي بتعني قوة للمؤشرات الامريكية للاس بي 500 والداو جونز، لانه اصبح عندي عليها ايجابية، وهذا بيعني قوة بسيطة لأسعار النفط شوي صغيرة، لأنه ارتفاع الداو جونز تعني ارتفاع أسعار النفط، وأسعار النفط وصلت لمستويات أكثر من مهمة لبداية موجة تصحية بسيطة عم بتكلم، اللي هي تقريبا مستويات ال 61% في بوناتشي. هذه المستويات ممكن نشهد إذا بتكون ارتداد منها بسيط لزيارة مستوى 48 50 49 قبل ما نكفي اتجاه الهابط لزيارة مستوى ال 76.4% كر مستويات ال 39 دولار، ومن ثم بداية موجة ارتفاع أكثر من رائعة وأكثر من ضخمة لأسعار النفط لزيادة مستوى ال 80 وال 90 وال 100 دولار لسعر برميل النفط. هذا التحليل أخذ معي أكثر من 4-5 ساعات يعني أمس مني للشاشة قاعد 4-5 ساعات على الرسوم البيانية عم أقول بتحليل، عم قوم بتحليل العملات الرئيسية لشوف الكوريليشن مع بعضهم البعض، لشوف إذا توقعنا ارتفاع لليورو هل يا ترى الاسترليني بوافقوا الرأي، هل يا ترى الذهب بوافقهم الرأي، هل يا ترى انعكاس الدولار الأمريكي للدولار كاد والدولار ين بوافقهم الرأي، بوافق الرأي هذا السيناريو اللي عم بتكلم عليه 100%. هذا السيناريو رح يبتدي بسنة 2019، ضعف اليورو لزيارة مستوى ال 100.09 100.08، ورح أذكركم فيها هيدي الجلسة، ولما يرجع اليورو يصير 100.09 100.08 رح أذكركم إنه نحن الوحيدين اللي تكلمنا عن هذا الموضوع. لما استرليني يوصل 127.50 128 يرجع ينهار ل 121 رح أذكركم فيها. لما أسعار النفط تنهار ل 39 ترجع ترتفع رح أذكركم فيها. لما الدولار كاد يوصل ل 136.50 136.30 وينهار لل 115 113 رح أذكركم فيها. لما اليورو كاد الكروس اللي توقعنا سيناريو اكثر من رائع عليه، اليورو كندي يوصل لمستويات ال 156 80 او 157 ويرجع ينهار، راح ارجع اذكركم بهذا السيناريو.
واللي باكد هذا الشيء انه عندي اكسباندنج اندنج ترينجل او مثلث، وعم باكد لي انه انتهاء هذه الموجه ممكن تكون قرب هذه المستويات وبدايه انخفاض ضخم لمستوى ال 130، انخفاض اكثر من 2000 نقطه على الدولار كاد واليورو كاد، واليورو دولار 600 700 نقطه نزول، واسترليني دولار 600 700 نقطه نزول، والدولار كندي انخفاض من 136 لل 113 2000 نقطه. عم نتكلم بعدد نقاط هائله ممكن نجنيها من سوق الفوركس، ولكن في بدايه او عند بدايه سنه 2019 راح نكون عم نشرح هذه السيناريوهات كلها وباجمعها، وطبعا ندخل بنقاط حساسه جدا، وانا بوعدكم راح نكون عم نعمل كثير فلوس، انا بوعدكم. انتم عارفين انه انا ما بكذب هذا الموضوع، لانه انا لما يكون في عندي مخاطر مرتفعه انا بقول لكم هذا النهار منه للتداول. لما يكون السوق عم بيتقلب وسوق الفوركس عم بتصير سيكولوجيه التداول اصعب واصعب واصعب، انا بقول لكم انه سوق الفوركس صار اصعب. ولا مرة أنا عيشتكم بنعيم على أنه سوق الفوركس والتداول هو أنسب شيء ممكن تعملوه بالحياة وممكن تستفيدوا منه بشكل رائع، لا، على طول بقلكم المخاطر موجودة، على طول بقلكم السوق صعب اليوم ما بدنا نتداول، بقلكم خلينا ننتظر لجلسة أخرى، على طول بكون معكم بوضع السوق وبنقلكم التجربة الحقيقية. فصدقوني عند بداية 2019 متابعتكم لصفحة تكمل العربية على فيسبوك راح تكون أكثر من رائعة ومميزة، وأنتم عارفين أن هذه الجلسات راح نكون عم ندخل بصفقات مميزة ورائعة، ولكن المراكز ليست للمضاربة. هذه المراكز اللي عم نتكلم عليها مراكز على الأمد الوسط للطويل، بدنا ننام على مركز بدنا نعمل فلوس، بدكم تضاربوا بدكم تخسروا، عم بقلكم إياها بكل بساطة وبالعربي باللغة العربية بفتكر مفهومة. المضاربة يعني خسارة، الاستثمار على المدى الوسط للطويل يعني ربح. بدكم تبتدوا سنة 2019 بنفسية جديدة، بقوانين جديدة، بأسلوب تداول جديد، بدخولكم بصفقات مميزة وعلى المدى الوسط للطويل، وخلينا ننقل تجربة سوق الفوركس وسوق العملات إلى تجربة حقيقية واستثمار حقيقي. وللأشخاص اللي بدوا يضلوا على المضاربة هن حرين. المضاربة بطلت لسوق الفوركس، المضاربة من 10 سنوات لورا كانت مميزة انك تاخذ ارباح من السوق وتهرب، هيدي من 10 سنين لورا السكالبينج والمضاربة كانت رائعة، ولكن هلأ بسنة 2018 ومع نهاية هذه السنة وبداية سنة 2019 سوق الفوركس بطل المضاربة، سوق الفوركس صار للاستثمار على المدى الوسط للطويل، وانتو عارفين هيدا الشيء، انتو عارفين بحساباتكم الشخصية. هلأ انا بتحدى كل مضارب يكون عم بيقدر يستمر بارباح ويقدر يعمل شيء ثابت، يقدر يدخل مدخول او انكم من سوق الفوركس بشكل ثابت، مستحيل. ممكن يربح مركز واثنين وثلاثة واربعة ويخسر 10، ممكن يربح مركز 2 3 و10 مراكز ربح يخسر مركز واحد يطير له كل الارباح، وما حدا يقنعني غير هيك. سوق الفوركس بطل للمضاربة، التقلبات صارت خطرة، التقلبات صارت صعبة، بطل السوق للاشخاص والمتداولين الصغار، ولكن بيقدروا ينقلوا التجربة بتغيير طريقة واسلوب التداول. طبعا أنا موجود هون للخدمة، إذا احتجتوا أي شيء طبعا على صفحة تكمل العربية على فيسبوك ممكن تتواصلوا معنا، وأنا بكون أكثر من سعيد إنه أشرح لكم أمور أنا بعرفها على القليلة بس معلومات الشخصية عن السوق كرمال نقدر نطور حالنا وطبعا نقدر نستثمر بطريقة أفضل. أستاذ كرم أنت بتحب المضاربة ولكن هذا السوق مش للمضاربة، أنا بأكد لك أنا لي أكثر من 16 سنة بالسوق وأنا كنت أكثر أشخاص بيحب المضاربة والسكالبينج، ولكن هذا السوق بطل المضاربة صار صعب. للأشخاص اللي بحبوا المضاربة ممكن يكونوا قليلين جدا وممكن يستفيدوا من السوق. إذا أنت عم بتراقب السوق بشكل يومي وأنت ما عندك، خليني أقول أنت ما عندك إذا بدك أمور تانية ممكن تلتهي فيها وعاطي كامل وقتك وكامل الفراغ كله لسوق الفوركس وبشكل دقيق عم بتراقب السوق، ممكن تنجح بالمضاربة وتكون قد وقدود. ولكن اذا انت يعني اذا انا من الاشخاص العاديه او من الاشخاص اللي عندهم مصالح وبروح على شغله وعلى وظيفته وبيرجع وعامل سوق الفوركس والتداول هي مصلحه اخرى اوكي ومدخول اخر وانكم اخر، ما بيقدر يدخل بمضاربه، صح ولا لا؟ اذا واحد بده يوعى الصبح يروح على وظيفته يدور سيارته يروح على وظيفته على الشركه اللي بيشتغل فيها على المكتب اللي بيشتغل فيه ويرجع اخر النهار، ما في يكون عم براقب الجوال بشكل يومي وبشكل دقيق، بده ياخذ مركز يغلق الجوال يغلق اللابتوب يعيش حياته
يرجع على البيت يشوف اذا عنده ارباح وخساره اخر النهار. اذا انت مفضل سوق الفوركس، طبعا التقلبات ممكن تستفيد منها بالمضاربه، اوكي؟ نحن يعني المرونه اللي عم بتكلم عليها يا استاذ كارم طبعا ممكن تكون افاده لنا، ولكن بدك تكون متفضل الفوركس فقط، اوكي؟ يعني نحن عم نجرب نوصل الفكره، مش يعني ما عم ناخذ نحن كلنا فريق واحد، انتم عارفين هذا الشيء، نحن فريق والبورصه فريق، اوكي؟ فنحن اذا بنفيد بعض وبنقدر نستفيد من بعضنا البعض، ليش لا؟ انا ماني ضد كارم، وكارم ماني ضد رفيق، ورفيق ماني ضد محمد، وما حدا ضد حدا، صح ولا لا؟ نحن كلنا بدنا نستفيد من سوق الفوركس، واذا نحن كلنا عم نربح بنكون كلنا مبسوطين. فبكل بساطه، اذا في حال بدنا ننقل اسلوب التداول بسنه 2019 لفرصه استثمار رائعه، انا رح اكون عم بعطيكم استراتيجيه تداول اقله من منظوري لإلي ومن طريقتي الخاصه. وللاشخاص اللي بيكونوا عم يستفيدوا بدكم تدخلوا بمضارب فيكم، ولكن خليه يكون عندكم بحسابكم الشخصي اقله مركز واحد على المدى الوسط للطويل. مركز واحد على المدى الامد الطويل بيقدر يعطيكم ارباح ثابته على المدى الطويل، واذا بدكم تدخلوا بمراكز صغيره بشكل سريع تدخلوا وتخرجوا من السوق، ما في شك فيكم تعملوها، اوكي؟ فانا طبعا بكون اكثر من سعيد انه ضلني معكم لسنه 2019 عم بعمل تغطيات مباشره، وبكون اكثر من سعيد انه انا ضلني بهذه الهمه اللي عم نقوم فيها، وانا طبعا رح نجرب نخترع اساليب اكثر لنكون دقيقين وعم نتواصل مع الاشخاص بالمراكز، افتتاح المراكز واغلاق. انتم بتعرفوا واجهت صعوبه شوي بالتداول او باللايف تريدينج، لانه كنت عم بنتظر الجلسه الصباحيه والجلسه المسائيه لافتتاح مراكز واغلقهم، ولكن رح نجرب نلاقي اسلوب اخر ان شاء الله. انا بتمنى لكم نهار رائع ونهار مثمر، اوكي؟ وطبعا بشوفكم جلسه بعد الظهر، كان معكم محلل التقنيه جوزيف ظهري من شركه تكمل. الى اللقاء.